النهارده ان شاء الله هنتكلم بقى على الجزء الجديد بتاع دكتور ابراهيم هلال. اوكي كده، طيب تعالوا نشوف كده احنا عايزين نعمل ايه النهارده والدنيا بتاعتنا هتمشي ازاي. انا كده كده هفتح دلوقتي وايت بورد قدامكم وهكتب اكننا في السكشن بالظبط، فلو حد عنده اي مشكله انت ممكن تسال، يعني تفتح المايك وتسال، بس مش عايزين ايه يعني ناس كتير تتكلم في نفس الوقت عشان يحصل بس استفاده كبيره للناس اللي حاضره وكده. وكده كده لما احنا مش هناخد غياب ولا نعمل اي حاجه، فانت بتحضر عشان تحاول تفهم كده وتسمع الكلام مني واحده واحده. كده كده اللي ما حضرش مفيش مشكله، هيسمع الكلام ده من ريكوردنج، حد منكم ياخد بقى الميتنج اللي اتسجل ده وينزله على التشانل بتاعت ايه الدفعه بتاعتك. طيب ماشي، طيب تعالى كده نفتح وايت بورد قدامكم، كده اعتقد انتم شايفينها قدامكم. لا محدش يفتح المايك غير اما عايز يسال بس. طيب تعالوا اول حاجه زي ما احنا كنا بنعمل في سكاشن الكليه بالظبط، تعالوا نكتب ايه الكونتنتس اللي احنا عايزين نقولها في السكشن. اول حاجه لازم بس انت تكون عارفها النهارده، احنا هنتكلم على جزء جديد كده اللي هو جزء دكتور ابراهيم هلال، اللي هو الدكتور اللي اداك لغايه دلوقتي محاضرتين، محاضره قبل الميد تيرم ومحاضره النهارده. طيب هو دكتور ابراهيم هلال ده بيدي جزء اسمه ايه؟ بيدي حاجه اسمها لود فلو اناليسيس. يعني احنا عايزين نعرف نعمل حاجه اسمها لود فلو. طيب عشان تعرف برضو الموضوع هيمشي ازاي، دكتور ابراهيم هلال ليه كام درجه في الفاينل؟ المفروض هيكون ليه 2 كويشنز بيكون عليهم تقريبا كل واحد 18، فانت بتتكلم في 36 مارك. خلي بالك من حاجة، الجزء بتاع دكتور إبراهيم هلال ده عكس دكتور عبد العال منطوي، دكتور عبد العال منطوي كان كله مسائل، لكن لا دكتور إبراهيم هلال ساعات بيجيب لك نظري ومسائل، فال 36 درجة دول فيهم نظري اللي أنت هتاخده من المحاضرة يعني، وفيهم مسائل زي ما حلها لك في السكشن. ماشي كده؟ طيب. تعال نبص إيه الكونتنتس بتاع السكشن بتاع النهاردة عشان نكون عارفين إحنا داخلين نعمل إيه النهاردة، ماشي؟ أول حاجة عايزين نعملها هنعمل حاجة اسمها فورميليشن وفي حاجه اسمها واي باس ماتريكس. واي باس ماتريكس، طيب هو اول حاجه بس هو يعني ايه كلمه الواي؟ الواي باس ماتريكس دي اسمها ايه؟ اسمها باس ادميتنس، ادميتنس ماتريكس. يعني في حاجه النهارده اسمها الواي باس ماتريكس كده، انا عايز اعمل لها فورميليشن، يعني ازاي بتتجاب في المسائل. طب هي ايه الواي اصلا؟ لو انت فاكر لو اديتك انا مثلا كويل كده ماشي وقلت لك الامبيدنس بتاعته مثلا بتساوي جي 5، انت زي ما انت عارف في الكويل لازم بنحط جي اللي هو الايماجينري نمبر اللي هو اي. طيب الواي دي الزد دي هي الامبيدنس صح، الواي دي هي الادمتنس. طيب ايه علاقه الادمتنس بالامبيدنس؟ المفروض واحد على الامبيدنس، يعني لو انت عايز تعملها هتبقى واحد على جي 5 زي ما انت عارف من السيركتس قبل كده، واحد على جي تبقى ماينس جي، واحد على 5. يبقى اذا اللي عرفته دلوقتي هو يعني ايه كلمه ادمتنس، معناها مقلوب الامبيدنس يعني. طب ازاي بكون الواي باس ماتريكس ده؟ هوريك كمان شويه باكزامبل. طيب تاني حاجه عايز اعرفها في السكشن بتاع النهارده حاجه اسمها انواع تايبس اوف باور سيستم باسز، انواع الباسز بتاع الباور سيستم. هو حد فاكر ايه الباس ده؟ الباس ده زي ما اتفقنا الحاجه اللي بتربط بين حاجه وحاجه، يعني ايه؟ لو انت عندك جنريتر بعديه مثلا ترانسفورمر، اتفقنا عشان تربط الاثنين دول ببعض بتعمل ايه؟ بتحط باسبار. الباسبار ده اللي هو بيكون البتاع النحاس اللي بتربط مين؟ بتربط الجنريتور او بتربط الجنريتور ده بالترانسفورمر. طيب الباسبار ده اسمه باسبار ماشي. الباسز بتاعت الباور سيستم دي ليها انواع، تعال ناخد الانواع بتاعتها كمان شويه. طيب دي تاني حاجه عايز اعرفها. تالت حاجه عايز اعرفها بقى في السكشن ندخل على اللود فلو ميثودز. اللود فلو ميثودز احنا عندنا كام طريقه لدكتور ابراهيم هلال في اللود فلو؟ ثلاثه. هناخد اول طريقه النهارده اللي اسمها الابروكسيميت ميثود.
approximate method. طب معلش اسالكم سؤال، الناس اللي بتحضر المحاضره، هو دكتور ابراهيم هلال خلص لغايه دلوقتي خلص كام طريقه من اللود فلو؟ يعني هو خلص الابروكسيميت ولا ما خلصهاش؟ خلصها خلصها يا النهارده. باشمهندس. حلو. طب خلصها خلص خلص والنهارده خدتوها. طب خلص الجو السيدل ولا لسه ما دخلش في الجو السيدل؟ لا ما دخلش لسه في الجو طيب السيدي. جميل زي الفل كده خلاص ماشي. يبقى النهارده كده هنكون واقفين مع دكتور ابراهيم ان شاء الله، هنخلص مين؟ نخلص الابروكسيميت. طيب واحده واحده خلاص نقفل المايكات بقى يا جماعه. يبقى اول حاجه هنعمل حاجه اسمها فورميليشن اوف واي باس ماتريكس، تاني حاجه ناخد انواع الباور سيستم باسز، تالت حاجه نعمل ايه؟ ناخد الابروكسيميت ميثود اللي هي اول طريقه. طيب تعالى على طول ندخل نحل مساله ازاي بكون الواي باس ماتريكس. تعالى كده نكتب كده، احنا هنتكلم على اول حاجه في السكشن اهو. يبقى اول حاجه هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي فورميليشن اوف واي باس ماتريكس. فورميليشن اوف واي باس ماتريكس. بص انا بعملها ازاي، بعمل ماتريكس كده واكتب جواها واي باس. تعالى ندخل بقى المفروض في المنهج ده الشيت رقم 3. تعالى كده ناخد المساله ونشوف بتقول ايه. نفتح الشيت كده بس. تعالى ناخد اول مساله من الشيت دي، اول مساله كوبي. طيب تعالى نبص المساله دي بتقول ايه. بيقول لك فور ذا سيستم شون ان ذا فيجر، يعني فور السيستم اللي هو شون ان ذا فيجر ده، بيقول لك كونستراكت او فايند الواي باس ماتريكس. يعني ايه فايند الواي باس ماتريكس؟ عايز يجيب الواي باس ماتريكس يبقى كام. طب وانا يا باشمهندس ليه بجيب الواي باس ماتريكس دي؟ عشان زي ما احنا هنشوف كمان شويه وانا بحل مسائل اللود فلو هقول لك ستيب 1 لازم تكالكيليت الواي باس ماتريكس بتاعك. ليه؟ عشان الايكويشنز اللي هنستخدمها في اللود فلو بتعتمد على الاليمنتس بتاعت الواي باس ماتريكس. طيب سؤال، اول سؤال يجي في دماغك في الامتحان، اي ماتريكس في الدنيا بيكون ليها عدد صفوف وعدد اعمده، يعني روز وكولومز. قال لك حلو. طيب الواي باس ماتريكس دي فيها ميزه كويسه جدا ان هي ماتريكس سكوير. يعني ايه ماتريكس سكوير؟ يعني عدد الاعمده هي هي عدد الصفوف. طب هو فين يا باشمهندس الباسبارز اصلا؟ اهو ده الباسبار الاولاني مسميه لك 1، وده الباسبار الثاني مسميه لك 2، وده الباسبار الثالث مسميه لك 3. قال لك الواي باس ماتريكس دي عدد الصفوف بتساوي عدد الاعمده بتساوي عدد الباسز. يعني اول حاجه تيجي عينيك عليها في الامتحان تعمل ايه؟ شوف انت عندك كام باص في السيستم. ادي باص، ادي اتنين، ادي تلاته، يبقى الواي باس ماتريكس تلاته في تلاته. طب لو كان عندك اربعه باصص في المساله يبقى الواي باس ماتريكس اربعه في اربعه، عندك خمسه تبقى خمسه في خمسه وهكذا. يبقى اذا الواي باس ماتريكس بتاعتك هتساوي ماتريكس تلاته في تلاته. يعني ايه 3 في 3 اهو؟ يعني عندك 3 اعمده، ادي 1 2 3، وثلاث صفوف، ادي 1 2 3. طيب تعالى بقى نشوف شكل الاسامي او الاسامي بتاعت الواي باس ماتريكس بتكون عامله ازاي. اول حاجه هيكون متكونه من كام اليمنت قدامك؟ 9 اهو، ده اسمه واي 1 1. الواي اللي في الصف الاول العمود الثاني، يبقى اول رقم هو رقم الصف، تاني رقم هو رقم العمود، يبقى دي واي صف اول عمود تاني، واي صف اول عمود تاني. طب هنا واي الصف التاني العمود الاول، الصف التاني العمود التاني، الصف التاني العمود التاني. طب اخر حاجة الصف التالت العمود الاول، الصف التالت العمود التاني، الصف التالت العمود التاني. يبقى اذا الواي باس ماتريكس بتتكون من كام اليمنت؟ المفروض 9. بس اقول لك في ميزه كمان سيادتك لازم تكون عارفها اللي هي ايه؟ الاوف دايجونال اليمنتس متساويين. يعني ايه الكلام ده؟ ان واي 1 2 هي هي واي 2 1 بالظبط، وان واي 1 3 هي هي واي 3 1 بالظبط، وان واي 2 3 هي هي واي 3 2 بالظبط. فهتلاقي نفسك انت مش محتاج تحسب 9 اليمنتس، انت محتاج تحسب 6 بس، اللي هم مين؟ الثلاثة بتوع الدياجونال وأي ثلاثة من الأوف دياجونال. ليه؟ عشان زي ما اتفقنا دول متساويين، دي بتساوي دي ودي بتساوي دي ودي بتساوي دي، فأنت محتاج تحسب كام إيليمنت بس؟ 6 إيليمنت بس. خلي بالك الكلام ده ليه بروف، بس هو مش عليك، مش فكرة مش عليك، يعني البروف هنا مش مهم.
يعني البروف بتاع الواي باس ماتريكس ازاي هنطلعها كارقام كمان شويه، انا بالنسبه لي ده مش مهم دلوقتي. طيب تعالى بقى نتعلم ازاي نطلع الواي باس ماتريكس كارقام، يعني ازاي املى الماتريكس دي واحطها ارقام. طيب اول حاجه احنا اتفقنا انت عايز تجيب حاجه اسمها واي باس ماتريكس ولا زد باس ماتريكس؟ الواي باس. يعني ايه الواي باس؟ مقلوب الامبيدنس على طول. طب سؤال، اول حاجه الخط اللي فوق ده هو الترانسميشن لاين اللي رابط من باص رقم 1 لباص رقم 2. طيب كاتب لك عليه ايه؟ 0.02 زائد جي 0.04، من غير ما يقول لك في الامتحان ده الزد مش الواي. يعني دي الامبيدنس بتاعت اول ترانسميشن لاين، دي الامبيدنس بتاعت ثاني ترانسميشن لاين، دي الامبيدنس بتاعت ثالث ترانسميشن لاين. طيب يبقى اول خطوه تعملها وانت بتحسب الواي باس ماتريكس تعمل ايه؟ احسب الادمتنس بتاعت كل خط. يعني ايه يا معلم؟ هتمسك الكالكوليتر بتاعك وتحسب لي القيمه اللي هي واحد على، ما احنا اتفقنا الواي هي واحد على زد ما تنساش. يبقى لو انت عايز تجيب الواي بتاعت اي خط اقسم واحد على الرقم ده، يبقى واحد على 0.02 زائد جي 0.04. لو عملت الكلام ده على الكالكوليتر اما عملته كومبلكس مود هيطلع لك 10 ناقص جي 20. يبقى اول واي اشطب على دي واكتب عليها 10 ناقص جي 20. نفس الفكره هتشطب على دي واكتب 10 ناقص جي 30. نفس الفكره اشطب على دي اجيب واحد عليها تطلع لك 16 ناقص جي 32. يبقى اول خطوه انا بحسب الواي باس ماتريكس بتحسب الواي مش الزد، وعلى طول في الامتحان اللي بيكون جيفن هو مين؟ هو الامبيدنس مش الواي، ما تنساش. طيب تعالى بقى نكتب الواي باس ماتريكس يلا. احنا اتفقنا هي ماتريكس 3 في 3، ماشي ادي هي ماتريكس 3 في 3. بص انا بحب اعملها كده عشان تكون قدامك، احط اول عمود ثاني عمود ثالث عمود، اول صف ثاني صف ثالث صف. بص بقى انا بالنسبه لي اول حاجه بحسبها بحسب الاوف دياجونال اليمنتس. يعني ايه؟ بحسب الواي 1 2 مثلا. طب تعال نشوف يعني ايه واي 1 2 دي. بص اول حاجه حط نقطة عند الدياجونال عشان ده آخر حاجة هحسبها. دي آخر حاجة هحسبها ماشي؟ طيب تعالى نبص إزاي بجيب واي 1 2، الموضوع سهل أوي. يعني إيه واي 1 2؟ أروح للترانسميشن لاين اللي ما بين 1 و2 اللي هو ده. هل آخد الواي دي وأحطها هنا؟ قال لك لا، أنا بقلب إشارة الواي. يعني إيه؟ ما تجيش تكتب هنا 10 ناقص جي 20، إعكس الإشارة بتاعتها هتبقى إيه؟ ناقص 10 زائد جي 20. طب هتقول لي يا باشمهندس اشمعنى قلبت الاشاره بتاعتها؟ دي حاجه في البروف ومش عليك، يعني مش فكره مش عليك، مش مهمه بالنسبه لي في المنهج. يعني مش مهمه بالنسبه لي ليه قلبت اشاره الواي. طيب اهم حاجه بس بالنسبه لي قبل ما تمشي لازم تحط واي 2 1 هي واي 1 2 بالظبط، يبقى اكتب هنا ناقص 10 زائد جي 20. طيب اللي ما فهمش دي ركز في اللي بعدها. لو انا عايز اجيب واي 1 3، واي 1 3 اهو، هروح للترانسميشن لاين اللي ما بين 1 3 اقلب اشاره الواي بتاعته تبقى ناقص 10 زائد جي 30. اوعى تمشي لازم تكتب واي 3 1 زيها بالظبط. اللي ما فهمش دي ركز في اخر واحده. عايز اجيب بقى واي 2 3، ادي 2 وادي 3، خد الواي واقلب اشارتها تبقى ناقص 16 زائد جي 32 اهي، ناقص 16 زائد جي 2. حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ ليه؟ انا مش مهم، لو انت عايز تعرف ليه انت ممكن ترجع للسلايدز هيقول لك الاثبات ده جه ازاي. من الاخر يا باشمهندس لو انت عايز تجيب واي 1 2 خد الواي اللي هنا دي اقلب اشارتها وحط واي 1 2 هي واي 2 1 وكده انت مليت الاوف دياجونال. طيب تعالى نملى بقى الاون دياجونال اليمنتس اللي هي مثلا واي 1 1. هنا الموضوع هيختلف شويه، انت عارف يعني ايه واي 1 1؟ الاثنين دول نفس الرقم خلاص. اقف عند باص رقم واحد اجمع الادمتنس اللي خارجه منه باشارتها. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ لو انت وقفت عند باص واحد ده انت طالع منك كام خط؟ طالع منك خط فوق وخط تحت. اجمع الوايتين دول باشارتهم. يعني ايه؟ اجمع 10 ناقص جي 20 واجمع عليها 10 ناقص جي 30. يعني هنا يا باشمهندس انا مش بقلب الاشاره، لا انا هنا مش بقلب الاشاره بجمع باشارتهم بالظبط، هتطلع لك 20 ناقص جي 50. يبقى اروح زي الشاطر كده اروح هنا امسح النقطه دي، امسح بس النقط دي ملهاش لازمه دلوقتي بالنسبه لي،
واكتب عليها كام؟ 20 ناقص جي 5. طب اللي ما فهمش دي ركز في واي 2 2. واي 2 2 معناها ايه؟ اروح عند باسبار رقم 2 اجمع كل الخطوط اللي خارجه منه باشارتها. يعني ايه؟ اجمع الواي دي على الواي دي. لو عملت على الكالكليتر جمعت ده زائد ده هيطلع لك 26 ناقص جي 52. اللي ما فهمش دي ركز في اخر واحده اللي هي 3 3. وانا واقف هنا اهو، اجمع كل الخطوط اللي خارجه باشارتها، يعني اجمع الواي دي زائد الواي دي يطلع لك 26 ناقص جي 52. بص عليها كده الواي باس ماتريكس معاك بالظبط دقيقه. لو انت عندك فيه مشكله ممكن ترفع ايدك وتسال، او حتى تسالني من غير ما ترفع ايدك. خلي بالك من حاجه، لو المساله اللي احنا هنحلها في اخر السكشن عليها 10 درجات مثلا، الكونستراكشن بتاع الواي باس ماتريكس ده عليه درجتين منه. طب باشمهندس، لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله، انت رحت في الامتحان وجبت الواي باس ماتريكس غلط، معناه ان انت كل اللي انت مطلعه بعد كده غلط. ده معناه انت مش هتاخد زيرو، مفيش حاجه اسمها زيرو كده، بس انت معناه ان كل ارقامك بعد كده مش تبقى صح، فالدكتور مش هيعرف يتشيك انت شغال صح ولا غلط. فمثلا لو المساله من 10 ممكن لو انت ماشي صح مثلا يديك 5 يديك 6 يديك 4 على حسب بقى انت ماشي ازاي. يعني ما ينفعش اول خطوه في الامتحان اللي انت كونستراكت الواي باس ماتريكس ما تعرفش كده. حد يا جماعه عنده مشكله في الواي باس ماتريكس؟ حد عنده مشكله؟ اكمل؟ ها؟ لا ما فيش مشكله. طيب حلو خلاص ماشي، يلا نكمل. هناخد مساله ثانيه على الواي باس ماتريكس. احنا اتفقنا دي اول كونتنت في السكشن، فورميليشن اوف واي باس ماتريكس. في كام فكره؟ فكرتين. الفكره السهله اللي هي دي، تعال ناخد فكره اصعب شويه. بص يا ريس، لو جاب لك مسألة عاملة كده برضو مش شيت، هبعت لكم الشيت ده برضو يكون معاكم، يعني لازم نحله برضو، مش فكرة نسلمه ولا حاجة، لا فكرة احنا نحله لنفسنا. طب تعالى كده ناخد المسألة رقم 5. ماشي، تعالى نمسك المسألة رقم 5 دي بس واقول لكم منها حاجة لذيذة عايزين نعملها. بص على المساله رقم 5 دي، بيقول لك برضو فور ذا فيجر 3 اللي هو الفيجر اللي قدامنا ده، بيقول لك كونستراكت الواي باس ماتريكس. يعني عايز الواي باس ماتريكس بكام؟ خلي بالك من حاجه، في غلطه، هو ده باس بار رقم 1، ده باس بار رقم 2، ده باس بار رقم 3، ماشي دي غلطه في الشيت بس. طيب تعالى بص، هو مديك المره دي مديك جدول، بيقول لك ايه؟ اللاين اللي ما بين باس 1 و2 الار بتاعته بصفر والاكس بتاعته ب 0.24. رحت لللاين ما بين 1 و2 الار بتاعته بصفر، الاكس اللي هي الكويل 0.24، تبقى دي جي 0.24. خلي بالك هو ما قالكش جي، بس هو عارف اللي انت الاكس دي او الرياكتنس بتحط قبلها جي ما تنساش. طيب بعد كده ما بين لاين 1 و3 اللي هو اللاين ده الار بصفر والاكس ب 0.18، تبقى دي جي 0.18. طيب اخر واحده الار بصفر والاكس بجي 0.12، تبقى دي جي 0.12. طيب تعالى اول حاجه، احنا اتفقنا اللي جيفن ده هو الزد ولا الواي؟ فكك من الشنطه ادمتنس دي افهمها لك كمان شويه صغيرين. اللي جيفن ده اتفقنا هو الزد، يبقى اول خطوه في المساله لازم تحوله واي. يعني ايه يا باشمهندس؟ لازم تحوله واي تقسم واحد عليه. يبقى اول خطوه تيجي انت في المساله عندك تشطب على الرقم ده تجيب واحد عليه، اقول لك هيطلع كام دلوقتي. لو جبت واحد على جي 0.18 هيطلع نيجاتيف جي 50 على 9، ولو جبت واحد على جي 0.24 يطلع نيجاتيف جي 25 على 0. دي نفس الفكره، هتطلع نيجاتيف جي 25 على 3. طيب باشمهندس، احنا اتفقنا اتفاق، هو انت عندك كام باص في السيستم؟ هتقول لي 3 باصز. يعني يا باشمهندس الواي باس ماتريكس كام في كام وانت مغمض تقول لي 3 في 3؟ اذا اول حاجه تعملها اكتب الواي باس ماتريكس بتاعتي، هتبقى يا باشمهندس 3 صفوف و3 اعمده. تعالى بص انا بعملها ازاي قدامك اهو، اهو كده احب انا اعملها كده عندي في الامتحان. ادي اول عمود، ثاني عمود، ثالث عمود، اول عمود، ثاني عمود، ثالث عمود. بص انا بعمل ايه برضو، بسيب الاوف دايجونالز اخر حاجه، بحط نقطه هنا عشان دي اخر حاجه، نقطه هنا، او بسيب الدايجونال قصدي، نقطه هنا دول اخر حاجه. طيب
تعالى نعمل زي ما احنا عملنا بالظبط من شويه، نجيب الاوف دايجونال اليمنتس واحده واحده، فهمك انا الشنطه ادمتنس دي كمان شويه معناها ايه، نفكك منها دلوقتي. طيب انا عايز اجيب دلوقتي واي 1 2، اتفقنا نعمل ايه؟ اروح ما بين باسبار رقم 1 وباسبار رقم 2 اقلب اشاره الادمتنس، ما تبقاش جي 25 على 6، ما تبقاش بالنيجاتيف يعني، تكون بالبوزيتيف. وما تنساش واي 1 2 هي واي 2 1، يبقى تحط هنا جي 25 على 6. ماشي، نفس الفكره بالظبط. لو انت عايز تجيب ما بين 1 و3، 1 و3 اقلب الرقم ده، اقلب اشارته، اقلب اشارته، ماشي، تبقى جي 50 على 9 وجي 50 على 9. طب عايز تجيب ما بين 2 و3 يا باشمهندس، 2 و3 اقلب اشاره الرقم ده، وتقول لي يا باشمهندس هي فرقت ايه عن المساله اللي فاتت؟ هقول لك حالا، فرقت بقى حوار الشنطه ادمتنس. طب معلش ممكن اسالكوا سؤال كده ولو حد شاطر يعرف يجاوب؟ لو كان في الامتحان مثلا شلك الخط اللي ما بين 2 و3 ده، حد يعرف المفروض كنت تكتب هنا كام؟ صفر. صح، الراجل ده بيتكلم صح. لو شلك الخط ما بين 2 و3 معناه الامبيدنس انفينيتي، عشان ما فيش خط هنا، صح؟ يبقى هنا ما فيش خط، يبقى الامبيدنس بانفينيتي. طب مش احنا اتفقنا الواي هي واحد على زد، واحد على انفينيتي ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. اذا لو انت عندك ما بين باص 2 و3 مفيش خط، هتحط الواي بكام؟ تحط الواي بصفر، مش الواي بانفينيتي زي ما الراجل ده قال بالظبط. قشطه، صح كده. طيب تعرف بقى يعني ايه كلمه شنطه ادمتنس اللي هو قايلها لنا؟ هقول لك حالا شنطه ادمتنس دي معناها. طيب اول حاجه ده مديها لك ادمتنس على طول، يعني دي واي جاهزه اصلا، ماشي، دي واي جاهزه. طيب قيمتها 0.05 و 0.04 و 0.03. طيب بص اقول لك حاجه لذيذه بقى، الشنطه ادمتنس دي معناها كاباستور. فاكر انت الكاباستور كانت الامبيدنس بتاعته اسمها ايه؟ كانت بتساوي نيجاتيف جي 1 على اكس سي، دي الامبيدنس. طب لو انت عايز تجيب له ادمتنس يبقى تقول واي بتساوي 1 على زد، يعني بتساوي 1 على نيجاتيف جي 1 على اكس سي. اتفقنا 1 على ناقص جي تديك جي، والاكس سي تطلع فوق تبقى جي اكس سي. يعني من الاخر الشنطه ادمتنس اللي مديها لك دي هتحط الرقم اللي جنبها ده برضه تحط جنبه جي، ليه؟ عشان المفروض انت عارف الشنطه ادمتنس دي كاباستر، اما قلبته جبت الواي بتاعته طلعت جي رقم. طيب واحده واحده، يبقى المفروض برضه من غير ما يقول لك في الامتحان تحط هنا جي وهنا جي وهنا جي. طيب برضه بدون الدخول في اثبات او بدون الدخول في تفاصيل، بص بقى معنى ايه كلمه ما بين باص رقم 1 وباص رقم 2 الشنطه ادمتنس بجي 0.05. ده معناه ايه؟ هتروح عند باص رقم 1 وترسم ادمتنس من عندك كده، وتروح عند باص رقم 2 وترسم انا عايز بس اعمل حاجه لذيذه، معلش نرسمها برسمه انضف، معلش ثانيه واحده، نجيب الرسمه تاني عشان بس الموضوع ما يبقاش ايه ملخبطك. ثانيه واحده كده، حط هنا تاني، حط دي كده، اكتب لك بس الوايات الاول اللي هي كانت موجوده قبل كده. هنا الواي كانت نيجاتيف جي 50 على 9، وهنا كانت نيجاتيف جي 25 على 6، وهنا كانت نيجاتيف جي 25 على 6. طيب احنا اتفقنا الشنطه ادمتنس دي كاباستور مقلوب، يبقى احط جنبها جي. طيب يعني ايه بقى ما بين باص 1 و2 الشنطه ادمتنس بجي 0.05؟ هاجي عند باص رقم 1 واعمل ادمتنس كده او مستطيل يعني، واعمل نفس الفكره عند باص رقم 2 برضو مستطيل يعني. برضو الاثبات كان بيقول لك ايه؟ خد الرقم ده وقسمه بالتساوي بالاثنين، يعني اكتب هنا جي 0.025 وجي 0.025، اكنك قسمت ال 0.05 على الاثنين. طب اللي ما فهمش دي افهم الثانيه، ما بين باص 1 و3، احنا اتفقنا ده باص 3، ما بين باص 1 و3 الشنطه ادمتنس بجي 0.04، قسمها نص هنا ونص الناحيه الثانيه. الكلام ده كله من الاثبات، انا مش عايزه برضه. تبقى هنا جي 0.02 وهنا جي 0.02. اللي ما فهمش دي عندك اخر فرصه اللي جايه، مفيش فرصه ثانيه. ما بين باص 2 و3، ما بين باص 2 و3 جي 0.03، قسمها على الاثنين، يعني اكنها جي 0.015. هي دي 3؟ اه ماشي 3. وهنا برضو نفس الفكره جي 0.015.
بس. طيب هو احنا لو انت فاكر في السلايد اللي فاتت انا كان مين اللي ناقصني يا ريس؟ في السلايد اللي فاتت انا جبت كل حاجه، جبت واي 1 واي 1 2 يعني جبت الاوف دايجونال، ناقصني الاون دايجونال اليمنتس بس. طب تعال نجيبهم بقى كده. حد يفكرني كده انا كنت ازاي بجيب واي 1 1؟ اتفقنا بعمل ايه؟ بقف عند بص رقم 1 واجمع عليه كل الادمتنس باشارته. ماشي، يعني بص بقى واي 1 1 بتساوي، هتقف عند البص رقم 1 اجمع منه كل الادمتنس اللي خارجه منه باشارتهم. شوف بقى المره دي خارج منه كام حاجه؟ ادي 1 2 3 4، يبقى اجمع باشارتهم عادي. ماشي، ناقص 25 على 6 ناقص جي 50 على 9، خلي بالك بقى، زائد جي 0.02 زائد جي 0.025، دي الواي 1 1. طيب تعال نجيب واي 2 2، اقف عند باسبار رقم 2 واجمع كل حاجه خارجه باشارتها. هجمع برضو اربع حاجات اهم، نيجاتيف جي 25 على 6، نيجاتيف جي 25 على 3 زائد جي 0.015 زائد جي 0.025. طيب واي 3 3، اقف عند باص 3 اجمع كل حاجه خارجه، وادي حاجتين، ثالث حاجه، رابع حاجه، يبقى نيجاتيف جي 25 على 3، نيجاتيف جي 50 على 9. اوعى تنسى الشنطه ادمتنس اللي عندك تحت اللي هم دول. كده انت خلصت المساله بس. طبعا دول هتجمعهم بالكالكليتر هيطلع رقم، تحطه في الماتريكس، هيطلع رقم تحطه في الماتريكس، هيطلع رقم تحطه في الماتريكس. يبقى اذا دلوقتي انا قلت لك في الواي باس ماتريكس فكرتين، الفكره السهله اللي هي العاديه، والفكره الثانيه بتاعت الشنطه ادمتنس. ما تنساش الشنطه ادمتنس ده كباستور معكوس، فعشان كده لازم تحط جنب الادمتنس جي. حد عنده مشكله يا جماعه لغايه دلوقتي في المساله الثانيه؟ باشمهندس اسال، هو ليه الشنطه ادمتنس مش بريونت؟ عشان كده المفروض ان انا لا لا لا، هي بريونت، بريونت كل حاجه، بريونت كل حاجه، بريونت ما تخافش، كله جيفن بريونت، لا تقلق لا تقلق، كل حاجه يا معلم موجوده عندنا في المساله بتكون بريونت ما تخافش. مش هيجيب لك بقى في الامتحان يقول لك مش عارف ايه ابديت البيز والكلام ده، لا دكتور ابراهيم هلال بيعمل لك ايه؟ بيديك كل حاجه بريونت جاهزه والدنيا بالنسبه لك لذيذه، خلاص ما تخافش. تمام ماشي ماشي. ها حد يا جماعه عنده مشكله؟ حد عنده مشكله في اول كده حاجه في السكشن؟ يبقى احنا كده خلصنا اول حاجه في السكشن اللي هي الكونستراكشن بتاع الواي باس ماتريكس. حد عنده مشكله؟ خلي بالك لو انت في الامتحان ما عرفتش تجيب الواي باس ماتريكس معناها مش هتعرف تكمل السؤال اساسا. تمام كده؟ تعال ندخل في ثاني حاجه في السكشن بقى. ماشي يا هندسه. طب هو ايه معنى الكلام ده؟ يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني ايه معنى الواي والوايات دي كلها؟ لا بص اقول لك حاجه، احنا كمان شويه هندخل في حاجه اسمها اللود فلو ميثودز. يعني ايه؟ الدكتور هيحط لك شويه ايكويشنز كده عشان نحل اللود فلو، هنفهم يعني ايه نحل اللود فلو. هتلاقي والراجل بيعمل ديريفيشن كده، استخدم الماتريكس دي بالطريقه دي عشان يعرف يطلع منها الفولتج والكرنت والبي والكيو والكلام ده كله. فدي ماتريكس احنا عاملينها في الباور سيستم عشان تسهل لنا حل الفولتج والكرنت والحاجات دي. مرتك الكلام ده كله ليه اثبات. هي الماتريكس دي في الحياه ليها معنى؟ لا ملهاش معنى، ده انا بستخدمها بعد كده عشان احل المساله واجيب الفولتج والكرنت والبي والكيو. لكن الواي كفيزيكال مينينج هي مقلوب الزب. طب انا بقول لك هتيجي تقول لي طب اشمعنى انت عملت كده وحليت بالطريقه دي؟ ما انا قلت لك الكلام ده ليه اثبات. فهمت قصدي؟ فهمت قصدي ولا لا؟ ماشي ماشي تمام. طيب تعالوا نكمل بقى يا جماعه الحاجه الثانيه اللي في السكشن. ثاني حاجه لو انت فاكر تايبس of power system buses، انواع الباور سيستم باسز. ايه هي الانواع بتاعت الباور سيستم باسز؟ اقول لك بقى. اول حاجه احنا اتفقنا الباس بار ده معناه ايه؟ هو حته النحاس اللي بتربط ما بين حاجه وحاجه، صح كده؟ طيب اعتبر الباس بار اهو، الباس بار ده مثلا رقمه اي، الاي دي 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 مش فارق معايا. طيب عشان تقول المساله بتاعتي خلصت او اللود فلو خلص لازم تكون عارف عن الباسبار ده اربع حاجات. اول حاجه ماجنتيود الفولتج بتاعه، فسميته موديلس في اي، ده اسمه ايه؟ الفولتج ماجنتيود.
طيب تاني حاجه لازم تكون عارفها للباسبار ده حاجه اسمها دلتا اي. ايه دلتا اي دي؟ دي الفولتج انجل. ما احنا اتفقنا خلي بالك كل حاجه 3 فيز يعني اي سي، يبقى كل حاجه ليها ماجنتيود وزاويه. يعني مثلا لو انت جيت في الامتحان قلت لي الفي اي ده بيساوي مثلا 1 وزاويه 3، طبعا كل حاجه في اليونت ما ننساش، يبقى فين موديلس في اي؟ اهو الواحد ده هو موديلس في اي، والثلاثه دي هي الدلتا. يعني من الاخر بالعربي لازم تجيب لي الفولتج بتاع الباص كماجنتيود وزاويه بكام. طيب يبقى دي اول حاجه لازم نكون عارفينها للباص، ودي تاني حاجه. طيب ثالث ورابع حاجه بقى، بص كده بعمل لك سهم داخل لجوه كده بيخبط في الباص، وسهم كده داخل لجوه بيخبط في الباص، اسمي لك دي بي اي واسمي لك دي كيو اي. تعال نشوف مين هي البي اي. ثالث حاجه بقى، بي اي دي اسمها الانجكتد اكتف باور. طب يعني ايه كلمه انجكتد؟ يعني اللي محقوم بيها الباسبار، يعني الباسبار ده محقوم باكتف باور قد ايه؟ هي دي البي اي. طب عرفت منين كلمه انجكتد؟ عشان السهم داخل لها مش خارج منها. فاكر انت لما السهم يكون بيكون خارج كده كنت بسميه لود او ديماند يعني. لا بس المره دي انا عملت لك السهم داخل فاسمه الانجكتد اكتف باور، يعني الباسبار ده محقون باكتف باور قد ايه. طب رابع حاجه الكيو اي هي الانجكتد رياكتف باور. يبقى انت عشان تقول المساله بتاعت اللود فلو، ما افتكر كده معايا اول كلمه احنا قلناها في السكشن، معلش عشان الكلام ده كله بالنسبه لي مهم، كل كلمه بقولها ليها معنى مهم. فاكر انت السكشن كان اسمه اللود فلو ميثودز. ايه معنى كلمه اللود فلو؟ معناها انت لكل باص تكون عارف له اربع حاجات: ماجنتيود الفولت، زاويه الفولت، الاكتف باور اللي داخل له بكام، الرياكتف باور اللي داخل له بكام. يبقى اذا لكل باسبار لازم يكون تعرف كام كوانتيتي؟ اربعه: موديلس في اي، زاويته اسمها دلتا اي، الانجكتد اكتف باور بي اي، الانجكتد رياكتف باور كيو اي. طب سؤال يا باشمهندس، انا في الامتحان دلوقتي هيجي هيديني الاربعه كوانتيتيز دول؟ مستحيل. ما هو لو اداك الاربعه كوانتيتيز لكل باص انت سيادتك هتحل ايه؟ فقال لك والله بقى هيجي في الامتحان يديك معلومتين ويخفي عنك معلومتين، وعلى حسب هو مديك انهي معلومتين تعرف نوع الباص ده ايه. مش احنا تاني توبيك اسمه تايبس اوف باور سيستم باسز، يعني نوع الباص ده نوعه ايه؟ طيب انا اعرف النوع منين؟ هيديني حاجتين ويخفي مني حاجتين، فلازم سيادتك تكون حافظ جدول كده او فاهم وات ايفر الحوار ماشي ازاي. بص كده انا هعمل لك جدول انت تفهمه وتحفظه اللي انت عايزه، انا ما عنديش مشكله. هعمل لك جدول كده فيه الباصز بقى. اول حاجه ما عندنا ثلاث انواع من الباص، هوريهم لك دلوقتي حالا. اول كولوم كده او اول عمود اسمه الباص تايب، تاني نوع اسمه النون، او سوري اللي انا عارفه تاني كولوم النون، ثالث كولوم الانون. اول نوع من انواع الباصز اسمه سلاك باص، او ساعات الدكتور بيسميه لك ريفرنس باص. طب احنا اتفقنا اهو، تعالى ارسم لك على الجنب معلش. الباص بتاعنا اسمه اي، لازم تكون عارف له اربعه كوانتيتيز، 2 3 4، موديلس الفولت، زاويه الفولت، الاكتف باور اللي داخله، الرياكتف باور اللي داخله. طيب تاني نوع من انواع الباصز اسمه ايه؟ اسمه جنريتر او اسمه بي في. تالت نوع اسمه لود او اسمه بي كيو. طيب واحده واحده بقى، السلاك باص او الريفرنس باص ده انت عارف له مين؟ عارف له ماجنتيود الفولت والزاويه، يبقى بالتبعيه مين اللي عايز يتحسب؟ البي والكيو. يعني انت في الامتحان لو جيت لقيت باص عارف له ماجنتيود الفولت والزاويه يبقى ده اسمه سلاك باص. طب تاني نوع اسمه بي في باص او جنريتور باص، من اسمه كده انت عارف له حاجتين، البي وموديلس البي، يبقى بالتبعيه مين اللي مش عارفه؟ انت مش عارف الكيو ولا الدال.
يبقى انت لو في الامتحان لقيت بص مديك البي بتاعته مودولس الفولتج فانت جنريتور او بي في بس. طب تالت حاجه اللود بس او البي كيو بس من اسمه كده انت عارف البي والكيو، يبقى مين اللي انت مش عارفه؟ الباقي بقى اللي هو مودولس الفولتج والزي. يبقى اذا لازم انت تكون مسيستم نفسك على الكلام ده. انت داخل في الامتحان اول خطوه هتعمل ايه؟ هتحسب الواي بس ماتريكس. تاني خطوه هتعمل ايه؟ تحدد الباس تايب. تالت خطوه هتعمل ايه؟ هتكتب الايكويشنز بتاعت الطريقه عشان تطلع المساله اللي هو عايز. احنا دلوقتي عرفنا كام حاجه من الثلاث حاجات دول، عرفت ازاي اعمل الواي باس وعرفتك الباس تايب ايه هو. ناقصني بقى الايكويشنز دي. خلي بالك بقى الايكويشنز هنا بتختلف من طريقه لطريقه. يعني ايه؟ الايكويشنز بتاعت الابروكسيميت اللي هناخدها النهارده غير الايكويشنز بتاعت الجاوس سايدل غير الايكويشنز بتاعت النيوتن راكسون. بس خلي بالك بقى الثلاث طرق دول بيشتركوا في ستيب 1 وستيب 2، يعني بحسب الواي باس وبحسب الباس تايم. ثالث خطوه بقى بتاعت الايكويشنز دي الابروكسيميت ليها ايكويشنز، والجو السيد ليها ايكويشنز، والنيوتن راكسون ليها ايكويشنز. مش احنا اتفقنا اتفاق من اول السكشن ان الامتحان كام سؤال؟ تقريبا يعتبر مسالتين وشويه نظري، فيجيب لك يا اما الابروكسيميت مع الجو السيدل او الجو السيدل والنيوتر، يعني يختار لك من اخر طريقتين من دول هيجيبهم لك في امتحان الفتره. تمام؟ طيب يبقى انا كده اول حاجه عملنا ايه؟ خدنا الواي باس ماتريكس، ثاني حاجه خدنا الباس تايب. هنقف كده ولو حد عنده سؤال ممكن يسال قبل ما ادخل بقى على الابروكسيميت. يلا لو حد عايز يسال. طب يا جماعه الدنيا تمام؟ مش مهندس كده المفروض اجيب الواي الماتريكس واحدد نوع الباص وبعد كده ندخل نعمل ايكويشن. صح، بعد كده نشوف الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها، هنشتغل ابروكسيميت ولا نيوتن رافسون ولا جاوس سايدل. صح خلاص ماشي تمام شكرا يا دكتور. عفوا. حد يا جماعه عايز يسال سؤال؟ طب الدنيا تمام لغايه دلوقتي ولا في مشكله؟ يا جماعه عشان ما بقاش بكلم نفسي، الدنيا تمام ولا في مشكله؟ اه تمام يا باشمهندس. تمام؟ طيب تعالوا يا جماعه ندخل بقى على الطريقه بتاعت النهارده اللي اسمها الابروكسيميت ميثود. ومن فضلك بقى ابدا ركز من هنا عشان الايكويشنز والحاجات ممكن تكون رخمه بالنسبه لك شويه، فحاول تركز معايا ونشوف القصه ماشيه ازاي. وحلك اكزامبل هيلم لنا كل الكلام. ماشي؟ تعالى ناخد بقى الابروكسيميت ميثود. يبقى تالت حاجه هنتكلم عليها في السكشن النهارده اللي اسمها الابروكسيميت ميثود. بص يا ريس، من اسمها كده اتفقنا ابروكسيميت ميثود يعني طريقه تقريبيه. يعني ايه يا باشمهندس طريقه تقريبيه؟ يعني مش بتطلع ارقام صح 100%، ده من اسمها كده. طيب مش احنا اتفقنا ان في الامتحان ممكن يكون فيه نظري؟ قال لك اه. تعالى كده نديك سؤال نظري كده ممكن يجي في الامتحان، او ممكن الدكتور ساعات بيلعب كده ويجيبها لك ام سي كيو. لو قال لك مثلا كويشن نظري كده بيقول لك ايه؟ ستيت الاسامبشنز used in الابروكسيميت ميثود. ده سؤال الدكتور بيجيبه في الامتحان؟ اه بيجيبه في الامتحان عادي جدا. احنا اتفقنا في نظري في الجزء ده اه. ماشي؟ عشان بس تكون انت عارف القصه ماشيه ازاي. طيب ايه هي الاسامبشنز اللي انا عملتها في الابروكسيميت ميثود؟ هم ثلاثه اسامبشنز. اول واحد بيقول لك ايه؟ ان كل الترانسميشن لاينز ار pure inductive. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ مش احنا اتفقنا اي ترانسميشن لاين في الدنيا بيمثل بريزيستنس واندكتنس؟ قال لك لا يا باشمهندس، يعني مثلا ار وجي اكس. قال لك لا يا باشمهندس، طالما انت في الابروكسيميت ميثود بيقول لك كل اللاينز لازم تكون بيور اندكتيف، يعني مفيش ريزيستنس، يبقى كل اللاينز لازم تكون جي رقم جي اكس. ادي اول اسامبشن. تاني اسامبشن بيقول لك ان اول بس فولتج انجلز
are very small. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ مش احنا اتفقنا الفولتج انجل دي احنا اتفقنا اسمها دلتا صح؟ يعني الدلتا صغيره جدا. انت عارف ده ممكن نستخدمه في ايه زي ما هوريك في المساله، ان ممكن اعتبر الرياضه ان ساين دلتا تقريبا بتساوي دلتا. ده الاسامبشن الثاني يعني هستخدمه، يعني لو لقيت مثلا ساين دلتا ممكن تشيله وتحط مكانه دلتا. اه اشمعنى؟ عشان الدلتا قليله جدا. طيب ثالث اسامبشن يقول لك اول باسز or assumed to be BV buses except the slack bus. يعني ايه يا باشمهندس الكلام ده؟ يعني لو انت في الامتحان مثلا قال لك حل بالابروكسيمت ميثود، ومثلا عندك مديك في الامتحان مثلا 3 باصص، مش احنا قلنا خطوه مهمه جدا اللي انت لازم تقول انواعهم؟ اه قال لك لازم يكون في الامتحان لازم يكون في باص منهم سلاك، دي ما فيهاش هزار. طب كده هيتبقى لك 2 باصص بدل انت ابروكسيمت ميثود، يبقى الثاني بي في والثالث برضو بي في. يعني انت عارف ممكن اكتبها بالطريقه دي بحاجه ثانيه، يعني نو بي كيو باصص، مفيش بي كيو يعني. بس يبقى دي الاسامبشنز بتاعته. اول اسامبشن بيقول ايه؟ ان كل الترانسميشن لاين بيور اندكتيف، يعني كلها اكس بس، كل الزوايا بتاعت الفولتات صغيره جدا عشان اعتبر ساين دلتا بتساوي دلتا، كل الباصز بي في ما عدا السلاك باص، يعني ما عنديش بي كيو باص. ده خلي بالك سؤال مهم وممكن يجي في الامتحان، زي ما قلت لك ممكن يجي يقول لك ستيت او ممكن يجيب لك ام سي كيو. ماشي. طيب احنا اتفقنا عشان تحل اي لود فلو، مساله لود فلو تعمل ايه؟ هتجيب الواي باس ماتريكس، هتحدد نوع الباص، ثالث حاجه تكتب الايكويشنز بتاعت الطريقه دي. فلازم دلوقتي ندخل نكتب ايه؟ الايكويشنز بتاعت الابروكسيمت ميثود. من اول هنا بقى سيادتك المفروض تركز قوي عشان لما نيجي نعوض في الايكويشنز لازم تكون بتعوض صح. ماشي. ركز بقى في الايكويشنز من هنا وهفهمك انا الحوار ماشي ازاي. هتبان لك في الاول رخمه بس لما نيجي نعوض هتلاقي الموضوع عبيط قوي والله. بقى هما تو ايكويشنز. اول ايكويشن بتقول لك ايه؟ اول ايكويشن بتقول لك ايه؟ ان البي اي بتساوي مودولس الفي اي سبميشن من جي تساوي 1 لغايه ان مودولس في جي مودولس واي اي جي كوزاين سيتا اي جي زائد دلتا جي ناقص دلتا. طب وتاني معادله؟ بص الموضوع يبقى سهل قوي، هتحط هنا الكيو، حط ماينس وخلي الكوزاين اللي فوق دي ساين. جي تساوي 1 لغايه ان مودولس في جي برضو مودولس واي اي جي، خلي الكوزاين دي ساين. يبقى انت من الاخر كده يا باشمهندس لو عرفت تحفظ المعادله اللي فوق دي، هبروزهم لك دلوقتي حالا اهو بلون مختلف. بص كده هبروزهم لك. يبقى كده دلوقتي مين الاي ومين الجي والكلام ده، ما تخافش مفيش مشكله خالص. طيب لو انت حفظت المعادله اللي فوق بتاعت البي، عايز تجيب معادله الكيو هتعمل ايه؟ هتحط هنا ماينس وتخلي الكوزاين دي ساين. طب السؤال بقى يا باشمهندس، ازاي اعوض في المساله دي في الامتحان؟ طب انا عندي اي وعندي جي وعندي واي وعندي حاجات كتيره. تعال بص كده نمسكهم واحده واحده. مين هو الاي يا باشمهندس؟ هو الباص نمبر. يعني ايه يا باشمهندس؟ لو انا عايز اجيب بي 1 تحط الاي ب 1، لو عايز اجيب بي 2 تحط الاي ب 2، لو عايز اجيب بي 3 تحط الاي ب 3، يبقى كده مشكله الاي دي انتهت. يعني لو انت شغال عند باص 1 هتبقى الاي ب 1، لو انت شغال عند باص 2 هتبقى الاي ب 2 وهكذا. ماشي خلاص، يبقى كده مشكله الاي انتهت. طيب الجي ده كاونتر عداد. تعالى كده نبص بيعد من كام لكام، بيعد من 1 لغايه ان، يبقى لازم اعرف مين هي الان.
قال لك والله يا باشمهندس ال N دي هي عدد الباصز number of باصز. يعني مثلا المسألة كان عندك 3 باصز، ادي باص واحد، ادي باص اثنين، ادي باص ثلاثة مثلا، يبقى دي واحد اثنين ثلاثة، يبقى ال N عندك بثلاثة. طب لو كان عندك الباصز باربعة تبقى ال N باربعة، عندك الباصز بخمسة تبقى ال N بخمسة. يبقى انا كده خلصت من فكرة ال I، خلصت من فكرة ال J، خلصت من فكرة ال N. الباقي كله سهل. يعني ايه موديلس في اي؟ موديلس الفولتج اللي اسمه اي. يعني ايه موديلس في جي؟ موديلس الفولتج اللي اسمه جي. طب احنا اتفقنا الدلتا دي هي الزاويه بتاعه الفولت، ناقص لي حاجتين، موديلس الواي والثيتا. فاكر انت واحنا بنحسب من الواي باس ماتريكس مثلا كانت الواي مثلا واحد واحد، طلعت مثلا كده ب 10، لا طلعت مثلا بجي 10. باشمهندس مش انت لو حسبت على الكالكوليتر جي 10 يطلع لك ماجنتيود وانجل، حد يعرف تقول لي تطلع كام وزاويه كام؟ حد يعرف؟ 10 و90. صح كده، تطلع 10 وزاويه 90. انتوا عارفين مين ال 10 ده؟ هو موديلس واي 1 1، ومين ال 90 دي؟ هي سيتا 1 1. يبقى اذا يا باشمهندس ازاي بقى اعوض بالارقام ده؟ سيبها للمساله كمان شويه. موديلس الفي يعني ماجنتيود الفولتج، ماجنتيود الفولتج، والدلتا هي الزوايا بتاعت الفولتج. ماجنتيود الواي هو الموديلس بتاع الواي باس ماتريكس، الاليمنت اللي اسمه واي 1 1، والسيتا دي هي زاويه الواي، يبقى السيتا هي زاويه الواي. طب باشمهندس انا عايزك تعلمني دلوقتي ازاي اعوض في المعادله دي. طيب تعالى كده ناخد اكزامبل رقمي ونشوف القصه ماشيه ازاي. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ انا اعوض لك دلوقتي، واما نيجي نعوض في المساله فاهمك ازاي بعوض بالارقام، مالكش دعوه بالحته. طب تعالى كده ناخد اكزامبل بس. مثلا لو انا كتبت لك كده، نكتب بس معادله البي. سميشن ماشي، موديلس في جي، موديلس واي اي جي، كوزاين سيتا اي جي زائد دلتا جي ناقص دلتا. مثلا كان هو مديك الباور سيستم كان عامل كده، ادي باص واحد وادي باص اتنين وادي باص تلاته، كان مديك ده مثلا اول ترانسميشن لاين، وكان مديك ده تاني ترانسميشن لاين، وكان مديك ده تالت ترانسميشن لاين. طيب يبقى هنا عدد الباصز بتساوي كام؟ 3. ال N بتساوي 3، احنا اتفقنا ال N بتساوي عدد الباص. طيب انا مثلا في الامتحان، في الامتحان مثلا جه قال لي احسب لي او اكتب الايكويشن بتاع بي 1 ترمايم مثلا بي 1، انا عايز بس دلوقتي اعلمك فكت الايكويشن دي بتتفك ازاي. طيب بص بقى بس انا بفكها ازاي. اول حاجه لازم تقول لي الاي بكام والجي بكام والكلام ده عشان اعرف احل. طيب هو طلب منك بي 1، يعني عايز الاكتف باور بتاعت باص 1، ده معناه ان الاي ب 1. طيب وده معناه ان الجي ده كاونتر بيعد من 1 لغايه عدد الباصس، يبقى الجي دي من 1 ل 3. خلاص دلوقتي تعرف تعوض في المعادله. بص بقى انا بعوض ازاي. بقول بي 1 بتساوي، شيل كل اي من المعادله وحط مكانها 1، شيل كل اي من المعادله وحط مكانها 1. تعالى نعمل كده اهو. يبقى هي موديلس في 1، بص انت فوق ماشي، انا بعوض تحت وبتبص انت فوق، بص هنا يعني. سميشن الجي بتساوي 1 لغايه 3، مين بقى؟ موديلس في جي، موديلس واي الاي بكام؟ اتفقنا الاي ب 1، تبقى موديلس واي 1 جي، كوزاين سيتا 1 جي زائد دلتا جي ناقص دلتا 1. طيب اسالك بقى سؤال رخم شويه صغيرين. السميشن ده اما سيادتك تيجي تفكه هيفك لك كام ترم؟ هيفك لك 3 ترمات، مره تحط الجي ب 1، مره تحط الجي ب 2، مره تحط الجي ب 3. تعالى نعمل كده اهو. يبقى كانها حط الجي ب 1 مثلا، يبقى كانها موديلس في 1 ماجنتيود واي 1 1 كوزاين سيتا 1 1 زائد دلتا 1 ناقص دلتا 1. حط الجي ب 2
تبقى موديلس في 2 موديلس واي 1 2 كوزين سيتا 1 2 زائد دلتا 2 ناقص دلتا 1. حط الجي ب 3 موديلس في 3 ماجنيتيود واي 1 3 كوزين سيتا 1 3 زائد دلتا 3 ناقص دلتا 1. يبقى اذا دلوقتي انا علمتك ازاي نفك بس السميشن ده. طب ازاي اجيب قيمه الفي 1 بكام، اجيب قيمه الواي 1 منين؟ الكلام ده سيبه للمساله لما مفيش مشكله. انا كل مشكلتي بس دلوقتي اللي انت عارف تكتب الايكويشن بتاعت البي 1. طب سؤال، لو انت عايز بي 2 حط الاي ب 2 والجي برده كاونتر من 1 ل 3. طب لو عايز تجيب البي 3 الاي ب 3 والجي ده كاونتر برده من 1 ل 3. اهم حاجه انا عملت ايه في المعادله دي، حطيت الاي، رحت للمعادله اللي فوق حطيت الاي بواحد، وبعد كده الجي فكيت الترم ده ثلاث ترمات، مره حطيت الجي ب1 مره حطيت الجي ب2 مره حطيت الجي ب3. طب معلش ممكن اسالكم سؤال رخم شويه والشاطر هو اللي هيجاوبني عليه. لو انا في الامتحان قال لك كمان ديترماين البي 1 والكيو 1، حد يعرف بقى دلوقتي لو انا عايز اعمل معادله الكيو مش هفكر انا هعمل ايه؟ حد فاكر من شويه انا قلت لكم ايه؟ ايوه بنضرب في نيجاتيف ونشيل الكوزين نحط ساين ونحط الساين، صح كده. يبقى اول حاجه لو انت كتبت معادله البي صح يا باشمهندس، عايز تكتب معادله الكيو الموضوع عبيط قوي، هتشيل البي 1 دي، لو انت عايز تحط مكانها كيو 1 ثانيه واحده، لو انت عايز تشيل البي 1 دي وتحط مكانها كيو 1 هتعمل ايه؟ هتحط بس هنا ماينس وتشيل كل كوزين تحط مكانها ساين. بس يبقى انا دلوقتي علمتك ايه ازاي نعوض في المعادله دي عشان لما نيجي احل المساله اكون انا فاهم بس القصه ماشيه ازاي. لا دي مش سيتا بس عشان ما تتلخبطش، ما تقولش دي سيتا دي ماينس، ماشي دي اهو احط ماينس بس كده، وبعد كده اشيل كل كوزين واحط مكانها ايه صح. ماشي، حد عنده مشكله ازاي بعوض في المعادله؟ كده كده هتبان لك في المساله كمان شويه تاني. طيب تعالى بقى ناخد مساله من الشيت نحل بقى كاننا زي الامتحان بالظبط، نحل بقى مساله على ابروكسيمت ميثود من اولها لاخرها. تاني يا معلم بس تعال نفتكر الستبس مع بعض. لحل اي مساله لود فلو هتعمل كام ستيب؟ ثلاثه. اول ستيب هتجيب الواي باس ماتريكس، تاني حاجه تحدد نوع الباس، تالت حاجه تكتب الايكويشنز بتاعت كل طريق. دي خلي بالك دي اي دي الخطوات بتاعت اي مساله ايه؟ اي مساله لود فلو اناليسيس. ماشي، تعال بقى ناخد مساله كده ونحلها من اولها لاخرها. تعال نروح للشيت ناخد المساله رقم 7 وركز معايا بقى هنا عشان يبقى الموضوع بالنسبه لك كويس. واحده واحده تعال نبص على المساله رقم 7. ودي ايه؟ ماشي، طيب تعال نبص. بيقول لك ايه ان في ذا فيجر 4، في الفيجر اللي قدامك ده، ادي باص رقم 1 ودي باص رقم 2 ودي باص رقم 3. بيقول لك الداتا شون ان ذا في الجدول اللي قدامك ده، بيقول لك اول حاجه سولف اللود فلو باي يوزنج الابروكسيمت ميثود. خلي بالك من حاجه، هو مش هيجي في الامتحان يقول لك، مش هيقول لك الطريقه، لا لازم هيقول لك في الامتحان الطريقه اللي انت عايزها عشان تعرف تحل بيها. اوكي كده؟ طيب اتفقنا يعني ايه كلمه لود فلو قبل لما احل؟ يعني اجي عند باص رقم 1 ده اعرف له اربع حاجات، موديلس الفولت بتاعه وزاويته والبي بتاعته والكيو بتاعه. عند باص 2 برضو لازم اعرف الموديلس الفولت بتاعه وزاويته والبي بتاعته والكيو بتاعه. عند باص رقم 3 لازم اعرف موديلس الفي بتاعه والزاويه بتاعته والبي بتاعته والكيو بتاعه. يعني انت لو جبت ال 12 كوانتيتي دول المساله بالنسبه لك خلصت. طيب بدون الدخول في التفاصيل تعالى نعمل ستيب 1. ستيب 1 بتقول لك ايه؟ انا مش شايف اصلا الطريقه، كونستراكت الواي باس ماتريكس. طيب اول حاجه لازم انت تكون عارفها، انا عندي كام باص في السيستم؟ 3. ادي 1 2 3، يبقى الواي باس ماتريكس دي 3 في 3. خلاص يبقى اول حاجه في الامتحان اعملها اعملها اقول الواي باس ماتريكس 3 في 3، يبقى بتساوي ايه؟ دي اعمل كده
ثلاث صفوف او ثلاث اعمده قصدي وثلاث صفوف. اتفقنا اتفاق اللي جيفن في المساله ده هو الزد، يعني ايه؟ مديك الزد ما بين باص واحد وباص اتنين بجي بوينت اتنين، اعمل واحد عليها تديك ناقص جي خمسه، واحد على دي هتديك ناقص جي خمسه، واحد على دي هتديك برضو ناقص جي خمسه. طيب اتفقنا انا بسيب الدياجونال اخر حاجه، يعني بسيب الدياجونال اخر حاجه. طيب الاوف دياجونال عايز اجيب واي واحد اتنين، روح للترانسميشن لاين اللي ما بين واحد واتنين واعكس اشارته. اهو رحت للترانسميشن لاين اللي ما بين واحد واتنين واعكس اشارته، تبقى مش ناقص جي خمسه، هتبقى دي جي خمسه ودي جي خمسه. طيب عايز اجيب ما بين واحد وتلاته، رحت ما بين باص واحد وباص تلاته، خد ده واقلب اشارته، هتبقى دي جي خمسه ودي جي خمسه. طيب عايز اجيب ما بين اتنين وتلاته، برضو خد دي واقلب اشارتها، تبقى دي جي خمسه وجي خمسه. طيب الدياجونال هتروح عند باص واحد، اجمع كل اللي خارج منه باشارته. اهو جيت عند باص واحد، اجمع اللي خارج منه ناقص جي خمسه وناقص جي خمسه، هتبقى ناقص جي 10. روح عند باص رقم اتنين، اجمع اللي خارج منه ناقص جي خمسه وناقص جي خمسه، هتبقى ناقص جي 10 برضه. عند باص رقم تلاته اللي خارج ناقص جي خمسه وناقص جي خمسه، هتبقى ناقص جي 10 برضه. طب معلش اطلب منك طلب سخيف شويه. في طريقة الابروكسيمت ميثود معلش عشان خاطري ما تسيبش الماتريكس بالشكل ده، يعني ايه؟ حولها لي كماجنتيود وزاوية، يعني معلش خلي لي الماتريكس كماجنتيود وزاوية. ده كومبلكس فورم، أنا عايزه كماجنتيود وزاوية عشان ده يفيدني في المسألة. أهو أدي الصف الأول أو العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث. طيب هنا ناقص جي 10 لو جيت عملتها على الكالكليتر تطلع لك 10 وزاويه ناقص 90. دي تطلع بكام؟ 5 وزاويه 90. خلاص بقى املى الباقي زي ده بالظبط، يبقى 5 وزاويه 90. اي دياجونال هيبقى 10 وزاويه ناقص 90. وادي 5 و 5 وزاويه 90. وادي 5 وزاويه 90. 5 وزاويه 90. 10 وزاوية ناقص 9. كده مثلا لو المسألة دي من 10 درجات انت كده خدت 2 مارك. وعلى فكرة هو الدكتور أصلا في الامتحان بنسبة كبيرة لما يجي يطلب المسألة دي بيقسمها لك ستابس كده. يقول لك أول ستاب أعمل إيه؟ كونستراكت الواي باس ماتريكس. طب لو هو الدكتور ما قالش غصبًا عنك وعني لازم نعمل إيه؟ نعرف نكونستراكت الواي باس ماتريكس بتاعك. طيب تعالى ناخد تاني حاجة بقى اللي إحنا نحدد نوع الباسز. يبقى أول حاجة كده ستيب 1 خلصت اللي أنا بكونستراكت الواي باس ماتريكس ما عنديش مشكلة. تعالى بقى تاني حاجه نحدد نوع البوس. معلش هناخد الجدول ده بس. حد عنده مشكله يا جماعه في الواي باس ماتريكس لغايه دلوقتي؟ حد يا جماعه عنده مشكله؟ في مشكله في الواي باس ماتريكس؟ ولا لا؟ لا لا تمام تمام ماشي خلاص. تعالوا بقى نكمل بقى الخطوه الثانيه اللي هي من الاول هنا بقى ايه، نشوف الخطوه بتاعتنا ماشيه ازاي. ماشي تاني خطوه زي ما اتفقنا انا بحدد نوع الباصز ودي اهم حاجه. بص بقى انا بعملها لك ازاي. الجدول ده قدامنا. بص بقى تاني خطوه انا بقولها لك ستيب 2، انا هقول لك كده كونستراكت ذا فولوينج تيبل. following table. طيب بص بقى التيبل ده بيكون عامل ازاي، ده انت بتكونستراكته من نفسك. ماشي بص بقى انا عامل تيبل كده باس نمبر الباس تايب النون والانون. ماشي ادي واحد اتنين تلاته. ماشي واحده واحده التيبل ده بيقول لك الباص نمبر الباص تايب النون والانون. طيب
طيب انا عندي كام باسبار لو انت فاكر مدرسنا اللي فاتت كانوا 3، باص رقم 1 باص رقم 2 باص رقم 3. ركز معايا في كلمه انا قلتها لك كده لازم تكون عارفها، ان باص رقم 1 على طول هو السلاك باص. طيب مش انت فاكر في الاسامبشنز بتاعت الابروكسيمت ميثود ان باص رقم 2 وباص رقم 3 لازم يطلعوا بي في؟ على فكره هو كاتب لك اهو صح، باص رقم 1 هو كاتبه لك سلاك، باص رقم 2 من غير ما يقول بي في انت لازم تكون عارف بي في، باص رقم 3 برضه بي في، يبقى باص رقم 2 بي في وباص رقم 3 بي في. يعني خلي بالك الابروكسيمت ميثود بتقول لك نو بي كيو باصز اصلا في السيستم. اوعى تنسى الجمله. طيب سلاك باص احنا اتفقنا اللي معروف ليه ماجنتيود الفولت والزاويه، يبقى انا المفروض اكون عارف ماجنتيود في 1 بكام ودلتا 1 بكام، ومش عارف مين بقى، ولا عارف البي ولا عارف الكيو، دول اللي مش عارفه. طيب تعال نشوف كده في المساله، هو مديك ماجنتيود الفي 1 والدلتا. اه بص بقى السلاك باص بيقول لك الفولتج 1.04 زائد جي 0، لو عملت الكلام ده على الكالكوليتر هيطلع لك 1.04 وزاويه 0، يبقى اذا ماجنتيود الفولت ب 1.04 بير يونت والزاويه 0. طيب تاني حاجه بقى ركز معايا، البي في، البي في باص ده انت لازم تكون عارف له البي ومودي لاس الفي، ومش عارف له مين ومين، مش عارف الكيو والدلتا. نفس الفكره باص 3 بي في معناها انت عارف البي 3 ومودلس في 3 ومش عارف مين، ولا عارف الكيو 3 ولا عارف الدلتا 3. طب تعال نبص بقى الجدول، معلش نرجع، امسك باص رقم 2 هتلاقيه مديك مودلس الفولتج بكام؟ بواحد بير يونت، بس للاسف مش مديك البي جاهزه. ركز بقى معايا مديك ايه، مديك حاجه اسمها الريل ديماند اللي هي البي دي، البي دي دي اللي هي الديماند باور زي ما بتاخد في الجنريشن كده. طيب هو اصلا معلش معنى ايه كلمه ان سبيسيفايد؟ معناها انت مش عارفها، مجهوله يعني، علامه استفهام ماشي. طيب ومديك حاجه اسمها الريل جنريشن اللي هي بي جي اللي هي الجنريشن باور او الجنريتد باور. طيب معلش لازم تحفظ بقى معادله بتقول لك ايه، ان البي اللي انت عايزها اي بي في الدنيا بتساوي الجنريتد ناقص الديماند. طب تعالى نعوض كده بي 2، يبقى بي 2 بتساوي الريل جنريشن بنص، طبعا كل ده بير يونت ماشي، يبقى 0.5، والريل ديماند اللي هو البي دي بزيرو تبقى نص ناقص زيرو تديني نص. يبقى اذا يا باشمهندس البي 2 بكام؟ بنص. طب تعالى اللي ما فهمش دي ركز في بي 3، بي 3 اطرح برضو الجنريشن ناقص الديماند عند الباص رقم 3، الجنريشن بزيرو ناقص الديماند بواحد ونص هتطلع بماينس 1.5، واعمل كده اقول ماينس 1.5. طيب هو موديلس في 3 بكام مديهولك؟ ب 1.04. كده يا باشمهندس انت سيادتك مليت الجدول؟ اه يا باشمهندس كده انا سيادتي مليت الجدول، عرفت باص واحد ايه اللي انا عارفه وايه اللي مش عارفه، باص 2 ايه اللي انا عارفه وايه اللي مش عارفه، باص 3 ايه اللي انا عارفه وايه اللي مش عارفه. طب باشمهندس هي المساله تنتهي امتى؟ لو كل علامات الاستفهام دي جبتها، يبقى انت عندي كام انون؟ 1 2 3 4 5 6 ماشي؟ حد عنده مشكله لغايه دلوقتي في مالي الجدول ده؟ حد عنده مشكله يا جماعه في مالي الجدول ولا نكمل؟ تمام يا باشمهندس. ممكن تاني لو سمحت ازاي بجيب البي؟ اطراح الجنريشن ناقص الديماند. الريل جنريشن اللي هي نص والريل ديماند، يعني تروح البي جي ناقص البي دي عند باص رقم 2، الجنريشن بنص والديماند بزيرو تديكي نص. عند باص رقم 3، الجنريشن بزيرو والديماند بواحد ونص، يبقى زيرو ناقص واحد ونص تدينا ماينس واحد ونص. تمام شكرا. عفوا. طيب تعالى بقى نكمل يا معلم الخطوه الثالثه اللي هي بتاعت الايكويشنز بقى. ده ملوش لازمه بالنسبه لي. اتفقنا اول خطوتين دول ما بيختلفوش بين اي طريقه لود فلو، هي كل مشكلتك بقى في الخطوه الثالثه. ركز معايا بقى نفكر فيها ازاي. ستيب 3 ماشي، اللي انا بشتغل على الايكويشنز. شوف ايه الايكويشنز بتاعتنا، احنا اتفقنا حلتنا تو ايكويشنز، ان البي اي بتساوي مودولس بي اي
summation j تساوي 1 لغايه n modulus vj modulus y ij cosine theta اي جي زائد دلتا جي ناقص دلتا، صح؟ والكيو زي ما اتفقنا هتحط هنا ماينس وتشيل الكوزاين وتحط صح. انت يا باشمهندس دلوقتي في الطريقه بتاعه الابروكسيمت ميثود دي هتستخدم ايه؟ بص، اول حاجه في اي طريقه لود فلو برضو انت بتخلي السلاك باس ده اخر حاجه بتجيبها، يعني ايه؟ انا مش هبص على السلاك باس ده الا في الاخر خالص. طيب، فاول حاجه همشي بالترتيب، يبقى همسك اول باص، همسك باص 2، اول حاجه باص 2 هتستخدم انهي معادله؟ انا هستخدم المعادله بتاعه البي. ليه؟ انا عارف بي 2 بكام؟ بنص فريون. اذا لو انت كتبت معادله البي 2 هتلاقي الدنيا بالنسبه لك لذيذه. اذا في طريقه الابروكسيمت ميثود ايه الخطوات اللي بتمشي بيها؟ هتمسك الباص اللي هو رقم 2 بالترتيب بعد السلاك باص، وتكتب معادلة البي اللي عندك اللي هي بي 2. طب ما تيجي بقى نتعلم ازاي نكتب بي 2 كده. طيب، باص 2 اتفقنا انا عندي كل مشكلتي في الاي والجي والان، بدل احنا عند باص 2 تبقى الاي ب 2، واتفقنا الجي ده كاونتر بيعد من كم لكام، من 1 لعدد الباصز، وعدد الباصز كانوا 3 يبقى الجي من 1 ل 3. طب تعالى كده ناخدها على مرتين، تبقى البي 2 بتساوي شيل كل اي وحط 2، وشيل كل ان وحط مكانها 3، صح؟ اهي مودولس في جي مودولس واي اي جي يبقى 2 جي، بعد كده كوزاين ثيتا 2 جي زائد دلتا جي ناقص دلتا 2، صح؟ ماشي. طب بعد كده السميشن ده احنا اتفقنا هيتفك كام مره؟ 3 مرات. فك ثلاث مرات، مره احط الجي ب 1 تبقى كانها مودولس في 1، بعد كده مودولس واي 2 1 كوزاين ثيتا 2 1 زائد دلتا 1 ناقص دلتا 2، بعد كده مره احط الدلتا او احط الجي ب 2 تبقى مودولس واي 2 2 كوزاين ثيتا 2 2 زائد دلتا 2 ناقص دلتا 2، اخر حاجه احط الجي ب 3 تبقى مودولس في 3، بعد كده واي 2 3، بعد كده كوزاين ثيتا 2 3 زائد دلتا 3 ناقص دلتا 2، بعد كده اقفل القوس بتاعك. حد عنده مشكله لغايه دلوقتي في الكلام ده؟ ماشي، تعالى نكمل بقى بعديها اللي انا عايز اعوض بقى. طيب تعالى نبص بقى، لو انا عايز اعوض واحده واحده كده نشوف القصه بتاعتي ماشيه ازاي. تعالى نعمل التعويضه فوق، يعني نمسح كلمه الايكويشنز دي. بص اهي انا كتبت لك كده الايكويشن، شلت كل اي وحطيت 2، والجي الكاونتر بتاعك من اول 1 لغايه كام؟ 3. طيب تعالى نعوض كده واحده واحده ونشوف قصتنا ماشيه ازاي. بص بقى انا بعوض ازاي، ماشي؟ فركز معايا في الحته الجايه. نمسح كل ده كده ونعوض بلون مختلف. ركز بقى معايا كده. طيب اول حاجه البي 2 بكام؟ بنص. اهو جبت البي 2 منين؟ رحت الجدول لقيت البي 2 بتساوي نص، كتبت نص بتساوي مودولس في 2. بقول حاجه، لو انت محتاج فولتج او محتاج دلتا هترجع للجدول، دي القاعده اللي انت لازم تكون عارفها. مودولس في 2 بكام؟ رحت للجدول مودولس في 2 ب1، يبقى احط مكانها 1، افتح قوس. بعد كده مودولس في 1 هروح للجدول مودولس في 1 ب1.04، ماشي. بعد كده مودولس واي 2 1. بص بقى، بدل انت احتجت اي واي باس ماتريكس، سيادتك لازم تروح تجيبها منين؟ من الواي باس ماتريكس بتاعتك. يعني ايه الكلام ده؟ نرجع كده للسلايد اللي فاتت، او انا عايز اجيب لك الواي باس ماتريكس بتاعتنا، ماشي. مودولس واي 2 1 بكام؟ نرجع ورا الواي باس ماتريكس، دي الواي باس ماتريكس بتاعتي. طب انا عايز اجيب مودولس واي 2 1. طيب يعني ايه واي 2 1؟ الواي اللي في الصف الثاني العمود الاولاني اللي هي دي، هي دي واي 2 1.
ليها مودولس، المودولس بتاعها بخمسة والسيتا بتاعتها بتسعين، ده اللي احنا اتفقنا عليه. لو انت الواي باس ماتريكس بتاعتك عايز تجيب مودولس واي 2 1 تعمل ايه؟ روح للاليمنت اللي في الصف الثاني العمود الاولاني، الماجنيتيود بتاعه بكام؟ بخمسة، والزاويه بتاعته بكام؟ بتسعين. طب لو انت مثلا عايز تجيب مودولس واي 1 1 اروح للاليمنت واي 1 1 المودولس بتاعه ب 10 والزاويه بتاعته ناقص 90. تمام، تعال نروح بقى نعوض في الكلام ده اهو. لو انت رحت في الواي باس ماتريكس بتاعتك اهو، عايز تجيب مودولس واي 2 1 ده هيطلع بخمسة، بعد كده كوزاين سيتا 2 1 دي لو انت رحت شفتها في الماتريكس هتلاقي الزاويه 90. طيب زائد دلتا 1 بكام؟ ارجع للجدول، دلتا 1 بكام؟ بزيرو ناقص، ودلتا 2 دي انت مش عارفها اصلا. طيب تاني ترم بقى تعالى انا مش هعوض فيه، اقول لك ليه. هتلاقي الدلتا 2 راحت مع الدلتا 2، ولو رحت في البيت كوزاين سيتا 2 2 دي هتلاقيها ناقص 90 درجه، فكوزاين ناقص 90 اصلا بصفر، فالترم ده اصلا هيصفر، هيبقى لك اخر ترم التالت ده ماجنتيود في 3 هتروح للجدول يطلع بكام؟ ب 1.04. بعد كده مودولس واي 2 3 لو رحت للواي باس ماتريكس الاليمنت اللي في الصف الثاني العمود الثالث خدت الماجنيتيود بتاعه هيطلع بخمسه. بعد كده كوزاين سيتا 2 3 دي لو رحت للواي باس ماتريكس هتلاقيها 90. بعد كده مش عارف دلتا 3 ولا دلتا 2. من الاخر يا باشمهندس لو انت عايز تعوض اي مودولس فولتج او دلتا بتروح تجيبهم من الجدول، اي مودولس واي او سيتا بتجيبهم من الواي باس ماتريكس. طب تعالى نعوض لسه ما خلصتش، تبقى 0.5 بتساوي 1.04 في 5 هتديك 5.2 كوزاين 90 ناقص دلتا 2. بعد كده زائد 5 في 1.04 برضو في 5.2 كوزاين 90 زائد دلتا 3 ناقص دلتا 2. هسألكوا بقى سؤال معلش رياضي رياضي شويه، حد يعرف كوزاين 90 ناقص يعني كوزاين 90 ناقص اكس بكام؟ ساين اكس تقريبا، ساين اكس صح كده، وكوزاين 90 زائد اكس بماينس ساين اكس، يعني انت عارفه المعادله دي هتكون ايه؟ هتكون كده، النص بتساوي 5.2 ساين دلتا 2 بعد كده كوزاين 90 زائد بماينس ساين تبقى ماينس 5.2 ساين دلتا 3 ناقص دلتا 2. طيب حد فاكر من الابروكسيمت ميثود؟ مش انا كنت بقول لك الدلتات دي بتكون صغيره، حد فاكر كنت بقول لك ايه؟ ان ساين دلتا تقريبا تقريبا هو مين؟ هو الدلتا. شيلنا خط الدلتا. صح كده، هو ده اللي هيحصل دلوقتي حالا. يبقى نفتح كده سلايد جديده بقى، يبقى اشيل ساين دلتا 2 دي واحط مكانها دلتا 2، ساين دلتا 3 ناقص دلتا 2 بحط مكانها ايه؟ دلتا 3 ناقص دلتا 2. يعني بصوا في الاخر المعادله الاولى هتكون عامله ازاي؟ باشمهندس اتفضل. واخر معادله دي المفروض دلتا 2 ناقص دلتا 3 عشان المفروض 90 ناقص الزاويه. لا ما بص ولا حاجه، انا عملت كوزاين 90 كوزاين 90 زائد الزاويه عملتها ماينس ساين اكس وحطيت هنا ماينس. تمام اه ماشي، تطلع صح زي ما انت بتقول، عملتها بلس ساين دلتا 2 ناقص دلتا صح كده، هما الاثنين صح، الاثنين هيديك نفس الانسر. تمام فهمت قصدي؟ ماشي. طيب يبقى اذا المعادله بقى في الاخر هتكون ايه؟ هتكون كده، ان 0.5 هتساوي 5.2 دلتا 2 ناقص 5.2 دلتا 3 ناقص دلتا 2. هتظبطها يعني شويه في البيت هتبقى 10.4 دلتا 2 ناقص 5.2 دلتا 3، الكلام ده بيساوي نص. وادي اول ايكويشن. حد عنده مشكله يا جماعه في الايكويشن دي او في اول ايكويشن دي؟ يبقى انت عملت انهي معادله؟ عملت بالمعادله بتاعه دلتا 2. حد عنده مشكله في المعادله بتاعه بي 2؟ تعالى نعمل نفس الكلام في البي 3 عشان تكون انت فاهم بس، ماشي؟ يبقى دي اول معادله هي علاقه ما بين دلتا 2 ودلتا 3. طب معلش انا هعمل بس حاجه لذيذه عشان بس يبقى الكلام كله قدامي، هكتب الواي باس ماتريكس تاني. خليك معايا ثانيه بس، هنعمل الكلام ده تاني دلوقتي، انا هتعب نفسي بس عشان دي حاجه مهمه بالنسبه لي. اكتب لك الواي باس ماتريكس معلش قدامك تاني، دي اللي احنا جبناها اول خطوه ماشي، عشان بس السبوره ما كانتش مساعده فهنعملها واحده. لو انت فاكر كانت دي 10 وزاويه ناقص 90، 5 وزاويه 90،
خمس وزاوية 90، خمس وزاوية 90، عشر وزاوية ناقص 90، وهكذا. برضو في حاجة أنا نسيتها المفروض أنت كنت تنبهني عليها، لازم نكتب حوار الكولومز، أنا في كولوم رقم كام والكلام ده، عشان دي مهمة بالنسبة لي. يعني ده رقم واحد، اثنين، ثلاثة، وده برضو واحد، اثنين، ثلاثة. دي الواي باس ماتريكس. تعالى نعمل الجدول معلش اللي أنا كنت عامله ده. اللي هو كان بيتكون من أربع خانات، الباس نمبر، الباس تايب، النون والأنز. الباس نمبر والباس تايب، عشان ده الجدول ده زي ما اتفقنا وزي ما انت بتشوف بيسهل علينا، والنون والأنز. ده باص رقم واحد، باص رقم اثنين، باص رقم ثلاثة، لو انت فاكر كان ده السلاك باص، وده البي في باص، وده البي كيو باص، البي في باص. طيب اتفقنا، كان النون بتاعك موديلس في 1 ده كان ب 1.04 دلتا 1 دي بزيرو، وانا مش عارف ولا بي 1 ولا كيو. تاني حاجة كان موديلس في 2 ده بواحد، والبي 2 دي كانت بنص، فانا مش عارف ولا كيو 2 ولا الدلتا 2. هنا كان موديلس في 3 ب 1.04 وبي 3 بناقص 1.5، فانا مش عارف ولا كيو 3 ولا دلتا 3. والمعادله اللي كنت بستخدمها زي ما اتفقنا بتاعت البي ار اللي هي كانت صح، سميشن جي تساوي واحد لغاية ان موديلس في جي موديلس واي اي جي كوزين سيتا اي جي زائد دلتا جي ناقص دلتا. طيب انا عملتها وخلصت كده الباص رقم كام، خلصت الباص رقم اتنين، فدلوقتي هدخل على الباص اللي بعده. احنا اتفقنا محدش يقول لي بيتكلم على السلاك باص، السلاك باص ده انا مش بهتم بيه غير في اخر المسألة خالص، ماشي. طيب هدخل دلوقتي على باص تلاتة، برضو اكتب له معادله البي ولا الكيو. لازم انت تكون بتفكر شويه صغيرين، هو مين اللي جيفن معاك؟ اللي جيفن معاك البي، فهكتب معادله بي 3 اللي هي ماينس 1.5. طيب احنا اتفقنا بدل انت عند باص رقم 3 يبقى الاي بكام؟ ب 3. والجي ده كاونتر قدام سيادتك بيعد من كام لكام، من 1 لعدد الباصز، يعني من 1 ل 3 برضه. طيب تعالى نعملها لاخر مره بقى وركز معايا عشان مش هعمل الكلام ده تاني. تبقى بي 3 بتساوي، حط الاي ب 3 الاول واعمل السميشن عادي جدا من جي تساوي واحد لغايه ثلاثة. اهو موديلس في جي موديلس واي اي جي تبقى 3 جي كوزاين سيتا 3 جي زائد دلتا جي ناقص دلتا 3. اتفقنا يا باشمهندس السميشن ده هيتفك كام ترم؟ 3، مره الجي بواحد، مره الجي باثنين، مره الجي بثلاثة. تعالى نعمل كده، حط الجي بواحد تبقى واي 3 1 كوزاين سيتا 3 1 زائد دلتا 1 ناقص دلتا 3. حط الجي ب 2 تبقى في 2 3 2 كوزاين سيتا 3 2 زائد دلتا 2 ناقص دلتا 3. حلو. اخر حاجه احط الثلاثه بقى، موديلس واي 3 3 كوزاين سيتا 3 3 زائد دلتا 3 ناقص دلتا. يعني بس انا عايز اطمن حاجه مهمه جدا، حد لغايه دلوقتي يا جماعه ما يعرفش يفك السميشن ده؟ حد ما يعرفش يفك السميشن ده لغايه دلوقتي؟ حد يا جماعه عنده مشكله في فك السميشن؟ طب حد يا جماعه فهم ازاي بفك السميشن ده؟ بحط الاي بكام والجي بكام؟
تمام يا باشمهندس. تمام، حد يا جماعه تاني يرد عليا غير علا؟ حد تاني يا جماعه عنده مشكله او حد يعني فيه مستميشن ده ماشي ازاي؟ تمام حلو خلاص ماشي. تعالوا ماشي طيب، تعال نكمل بقى، تعال نكمل تعويض بقى يا ريس. خلاص التعويض بالنسبه لي المفروض سهل، تعالوا بقى نعوض زي ما عملنا المره اللي فاتت بالظبط. بي 3 بكام؟ بماينس 1.5. ماشي، ماينس 1.5 بتساوي اهو موديلس في 3. هتلاقوا احنا اتفقنا لو انت عايز تجيب فولتج او عايز تجيب دلتا بتروح للجدول، لو انت عايز تجيب واي كماجنتيود او سيتا بتروح للواي باس ماتريك زي ما اتفقنا بالظبط. طيب موديلس في 3، موديلس في 3 هنلاقيه ب 1.04. نفتح قوس ماشي. موديلس في 1 لو رحت للجدول هنلاقيه برده ب 1.04 ماشي. موديلس واي 3 1 اروح للواي باس ماتريكس الاليمنت اللي في الصف الثالث العمود الاول، الصف الثالث العمود الاول خد الماجنتيود بتاعه اللي هو 5 كوزاين. سيتا 3 1 الزاويه بتاعت الصف الثالث العمود الاول، الصف الثالث اللي 90. طيب دلتا 1 بكام؟ بزيرو. دلتا 3 ما اعرفهاش. زائد موديلس في 2 هروح للجدول هيطلع ب 1. موديلس واي 3 2 اروح للواي باس ماتريكس الاليمنت اللي في الصف الثالث العمود الثاني، الصف الثالث العمود الثاني يطلع ب 5 كوزاين. الزاويه اللي في الصف الثالث العمود الثاني اللي هي 90 زائد دلتا 2 ناقص دلتا 3. تالت واحدة مش هحسبها، أقول لك ليه؟ هتلاقي برضو نفس الفكرة بالظبط، هتلاقي الدلتا 3 طارت مع الدلتا 3 سيتا 3 3، روح للإليمنت اللي في الصف الثالث العمود الثالث وخد زاويته هتطلع ناقص 90، كوزاين ناقص 90 أصلاً الترم ده بيتصفر لوحده. فالترم ده ملوش لازمة. طيب، تعال نكمل كده، تبقى ناقص 1.5 بتساوي 1.04. افتح قوس. 5 في 1.04 ب 5.2. اتفقنا يا جماعه كوزاين 90 ناقص اكس بساين اكس يبقى دي اكنها ساين دلتا 3. بعد كده زائد 5 كوزاين 90 زائد اكس بناقص ساين اكس يبقى تيجي تكتب كده بقى ناقص 5 ساين الاكس اللي هي دلتا 2 ناقص دلتا 3. واتفقنا احنا في الابروكسيميت ميثود معناها ايه؟ ان ساين دلتا 3 تقريبا بدلتا 3 وساين دلتا 2 ناقص دلتا 3 تقريبا بدلتا 2 ناقص دلتا 3. اعمل الكلام ده في البيت هيطلع لك المعادله الثانيه عامله كده نيجاتيف 5.2 دلتا 2 زائد 10.608 دلتا 3 الكلام ده بيساوي ناقص 1.5. طيب اسالكم سؤال دلوقتي، انا معايا كام معادله في كام مجهول؟ معادلتين في مجهولين اللي هي المعادلتين في دلتا 2 ودلتا 3 صح؟ هتحل الاثنين مع بعض يبقى دي المعادله رقم 2 اهي، هتحل الاثنين مع بعض بعد كده تعمل ايه يا ريس؟ هتحل الاثنين مع بعض تطلع دلتا 2 بكام ودلتا 3 بكام. طيب تعالى كده اوريك بس الارقام اللي طلعت، هتحل الاثنين مع بعض هيطلع لك دلتا 2 شوف بتساوي كام، هتطلع لازم زاويه صغيره جدا، هتطلع بماينس 0.03 ودلتا 3 هتطلع بكام؟ بماينس 0.156. خلي بالك من حاجه، الزوايا اللي هتطلع دي هتكون بالراديان مش بالدجري، فلازم تحولهم لدجري، يعني تضربهم في كام؟ تضربهم في 180 على باي ماشي، هيطلع لك بقى في الاخر دلتا 2 دي هتطلع بماينس 1.718 وهتطلع دلتا 3 بماينس 8.94. اسال بقى نفسك سؤال، هل كده المسألة خلصت ولا لأ؟ أنا هقول لك، أنا هوريك حاجة وأنت قول لي خلصت ولا ما خلصتش. كده يا باشمهندس المسألة خلصت ولا لسه يا جماعة ناقصها حبة؟ ممكن حد كده يفتح المايك ويقول لي؟ يعني مثلا كده المسألة دلوقتي أنت جبت دلتا 2 ودلتا 3، حد ممكن يقول لي دلوقتي كده المسألة خلصت ولا لسه؟ لسه يا باشمهندس. صح، لسه ناقصة تجيب مين بقى؟ ناقصة تجيب بقية الحاجات اللي هم مين؟ تعالى كده نشوف في الجدول اللي أنت عامله كده أنت جبت مين؟ أنا جبت دلتا 2 ودلتا 3 بس. شوف ناقصك مين؟ كيو 2 وكيو 3 وبي 1 وكيو 1. بس انا هريحك شويه، لو الدكتور في الامتحان ما قالكش صراحه هات الاكتف والرياكتف باور بتاعت السلاك باس ممكن ما تجيبهاش.
تاني، لو الدكتور في الامتحان ما قالكش صراحه هات الاكتف والرياكتف باور بتاعت السلاك بس ما تجيبهاش في الامتحان، ده مش غلط، ده صح. كده كده وقت الامتحان اصلا مش هيكون مكفي، ده وقت الامتحان ساعتين والامتحان تلاقيه اصلا مليان وكلام كتير. اذا لو الدكتور ما طلبش صراحه هات الاكتف والرياكتف باور بتاعت السلاك بس ما تجيبهاش يا باشمهندس. طيب السؤال بقى كده ناقص لي اجيب مين، كيو 2 وكيو 3 عشان تبقى المساله بالنسبه لي ايه، خلصت صح كده. طيب انا بقى مش هقعد اتعب نفسي تاني واروح اكتب بقى معادله واقعد اعيش حياتي والكلام العبيط ده، لا خالص. طيب بص بقى اعمل ايه، لو انا عايز اجيب، انت كده دلوقتي بقى معاك كل حاجه على فكره، بقى معاك دلتا 2 ودلتا 3 والدنيا لذيذه. طيب لو انت دلوقتي عايز تجيب البي 3، بص انا هعمل ايه، هعمل لك حركه لذيذه قوي. لو انا عايز اجيب الكيو 3 هشطب على البي 3 سميها كيو 3، ما تنساش تحط هنا ماينس وتشيل الكوزاين وتحط مكانها صفر، اي كوزاين تشيلها وتحط مكانها صفر. على فكره يا باشمهندس كل حاجه معاك، انت معاك موديلس في 1 ومعاك موديلس 3 1 ومعاك الدلتا 1 والدلتا 3 والكلام ده، كل دي ارقام هتعرف تحسب الكيو 3 دي بكام. نفس الفكره بالظبط يا باشمهندس لو انت عايز تحسب كيو 2 اهي، نفس الفكره بالظبط يا باشمهندس لو سيادتك عايز تحسب كيو 2 هتعمل ايه، هتروح للمعادله دي اسمي دي كيو 2 احط هنا ماينس واحط هنا ساين، اهو احط هنا ماينس واحط هنا، تبقى دي ساين وهتبقى دي ساين وهتبقى دي ساين. هتلاقي كل حاجه معاك وجيفن، تعرف تعوض وتطلع كيو 2 وكيو 3. اه يا باشمهندس اعرف اعوض اطلع كيو 2 وكيو 3 ومفيش عندي ادنى مشكله خالص. تاني بس خلي بالك بس من لعبه لذيذه، انت كل حاجه بتعوض عنها بتعوض عنها بالديجري مش بالريد. يبقى انت دلوقتي خلاص طلعت مين، طلعت كيو 2 وطلعت دلتا 2 وطلعت كيو 3 وطلعت دلتا 3، كده المساله ممكن تخلص بالنسبه لك. انت مش محتاج تحسب البي 1 والكي 1 بتاع السلاك بس الا اذا هو طلب منك صراحه كده. طب لو ما طلبش منك صراحه كده ممكن ما تحسبش اي حاجه وتبقى انت كده حسبت بي 2 وكيو 2 ودلتا 2 وايه، بي 2 وكيو، لا سوري، حسبت كيو 2 ودلتا 2 وكيو 3 ودلتا 3 بالمساله بالنسبه لك. ماشي، حد عنده مشكله في الابروكسيمت ميثود؟ باشمهندس هو في لما اجيب الرياكتيف باور مش الساين هتبقى ساين 90 زائد حاجه؟ طب لما اشيل الساين دي ال 90 ده تخرج بره بالريديان برضو، هتخرج بالريديان ولا هتبقى بالديجري؟ تخرج ليه يا عم، انت كل حاجه بقت معاك ارقام، انت مش هتقعد تطلع معادله، انت معاك كل حاجه بتعوض بيها يا معلم. يعني في يعني الرياكتيف باور انت معايا ارقام بس. اه تعالى نعوض، الرياكتيف باور معاك ارقام بس، معاك موديلس في 2 هتجيبه من الجدول، موديلس في 1 هتجيبه من الجدول، موديلس واي 2 1 من الواي باس ماتريكس، سيتا 2 1 من الواي باس ماتريكس، معاك دلتا 1 دلوقتي بزيرو، دلتا 2 انت حسبتها هتعوض عنها، وهكذا كل حاجه بقت معاك ارقام، انت مش بتقعد تعمل اسامبشن. تمام باشمهندس. يعني مش هنعمل ساين دلتا 2 بتساوي دلتا 2، لا انت معاك ساين 90 زائد رقم بتحسبها على الكالكليتر مالكش دعوه بيحصل ايه، فهمت قصدي؟ مش بنعمل هنا اسامبشن تاني. تمام. ماشي. حد يا جماعه عنده، لا لا مش حاجه مش حاجه. حد يا جماعه عنده مشكله في الابروكسيمت ميثود؟ يبقى اذا دلوقتي النهارده احنا في السكشن شرحنا ثلاث حاجات، الكونستراكشن بتاع الواي باس ماتريكس، انواع الباسز بتاعه السيستم عامله ازاي، ثالث حاجه حليت لك مساله على على الايه، على الابروكسيمت ميثود بتاع بتاعه اللود فلو. اهم حاجه بس اللي انت عرفت ازاي المعادله الاساسيه دي اللي هي بتاعه البي والكيو نعوض فيها، نعوض عن الاي بكام ونعوض عن الجي بكام، عشان تبقى القصه بس بالنسبه لك سهله وانت بتعوض. واخر حاجه عايز اقولها لك، لو انت احتجت موديلس فولت او دلتا بتروح للجدول، لو انت احتجت موديلس واي او سيتا بتروح للواي باس ماتريكس. حد عنده اي مشكله يا جماعه في التعويض او اي مشكله في اي حاجه احنا قلناها النهارده؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام يا جماعه، حد عنده يعني مثلا لو سالت مثلا كده ناس مثلا راندوم، لو سالت حسام احمد، فين حسام؟ ايوه يا باشمهندس. في مشكله عندك يا حسام في اي حاجه؟ لا كله تمام الحمد لله. كله تمام. طب لو سالت مين؟ مؤمن هشام، فين مؤمن؟ مؤمن مش موجود. طيب كيرولوس برضه مش موجود. كيرولوس اسحاق ماشي. المهم خلاص كده النهارده كده احنا خلصنا السكشن بتاعنا، ولو الاسبوع الجاي ان شاء الله ممكن نعمل السكشن نشوف القصه ماشيه ازاي، وممكن ابعت لكم فيديو على حسب يعني الدنيا تمشي ازاي.
انت يا باشمهندس معلش قول انت بتاخد غياب ولا ايه؟ لا طيب خلاص يلا تمام كده خلاص يلا تمام انت جاي عشان الغياب يعني يا عم ولا ايه؟ لا مش الفكره بقى عشان انت انا سمعت انت بتنادي يا سام. لا يا عم مفيش مشكله الاسامي دي لا والله مش جاي عشان البتاع ده انت ظبطتنا في السكشن يا يعني. يا باشا ربنا يخليك الله يكرمك الله يكرمك ربنا يخليك ربنا يخليك انا بس يا جماعه بندى الاسامي عشان بس اشوف الناس مركزه ولا لا مش اكتر ولا اقل انا كده ما عنديش مشكله يعني الدنيا ان شاء الله لذيذه كده كده السكشن متسجل اللي هو معلش اخر حاجه بس اسال ماشي هو الدكتور ممكن يجيب بروف الامتحان طبعا ممكن ساعات بيجيب بيجيب هقول لك نظري 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 ساعات بيجيبه في الامتحان ده عادي جدا هو الدكتور بيحب النظري اصلا في الحته دي طب باشمهندس البروف البروف اللي هو في المحاضره بتاعت النهارده اللي هي الواي الواي باس لا الواي باس مش بيجي تمام لا لا الواي باس ماتريكس مش بيجيبه لا ما تخافش الواي باس ماتريكس ده مش بيجي يقول لك بروف الواي باس ماتريكس ده خالص دي ما تخافش منه تمام ماشي طيب خلاص كده يا جماعه هنقفل بقى السكشن ولو في حد عنده مشكله يبقى ايه يسالني يعني بعد كده ماشي يلا سلام يا جماعه سلام